السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. حياتك الباقي. الله يسلمك. جزاك الله خير. كذا تفضل. انت تعمل هالورق ان شاء الله زين ابني. وانا ابوك موجود. زين. مساكم الله بالخير. بقى بحياتكم ان شاء الله. بركة ان شاء الله فيكم. بركة بعيسى ان شاء الله. بركة استاذ. وشام مو بس اخو صديق. كان يقونا وطنية. وشفت الشهادة. خلي كل دول العالم تتعاطف فيها. لأن يعني هذا كان ما احنا من هدف من ثقافة. وكان يقدم العراق بأفضل ما يمكن. سافر كل ما استطيع وجهه الطيب. لأنه من ورا مش عم تحصل انت غربة. وسافر كل ما يمكن من بعض الجهود لما يرفق القتل. الله يهديك. لما بيروح قدر ان شاء الله. البركة بيكم. البركة بيك استاذ. ان شاء الله انت الاب والوالد والاخ ان شاء الله. هذا اخويا ان شاء الله. انت اخونا بكان ابو عيسى. عيسى ابني ان شاء الله. انا بارك الله فيك. جزاك الله الف خير. ندري بك ما تقصر لان انت والد. واحنا هسه من جاي نسولف وياك. انت اب والاب احنا نمون عليه. زين فاحنا ولدك. بس تعرف المصاب وتعرف هذا اخونا احنا. حق امير روح مو بس حق هشام. حق رحم الله والديك. جزاك الله الف خير. والله دوم يسولف بيك. وفي استاذ مصطفى اخوي يقول احنا يعني جهودك استاذ. وشام اكثر من اخوك. يلا شاهد دوم يعني بيجي يسولف بيك. الله شاهد. عمامي بن رشابي يخصونك بالسلام. نعم. من الشيوخ العمام الافخاذ كلهم. امانه الله بالتليفون جاي. زين. وشيخنا حملني امانه. قال اذا في اليوم قابلته رئيس الوزراء تعطوني احكي وياه. زين. ورايد يجي خطيه انه قلت له احنا ما عندنا يعني موعد او عندنا شيء على مود اروح للرجل. فقال اذا بيوم من الايام التقيته ارد اتكلم وياه. ان شاء الله. زين. خدمه كل الطيبين، خدمه العراقيين ان شاء الله. رحم الله والديك. ما تقصر ان شاء الله. هذا واجب. وهاي كانت رساله هشام. ونحافظ عليها كليتنا ان شاء الله. جزاك الله الف خير. هذا موسى. موسى. لا تبكي عمودي. البطل بطل مثل ابوك. صح بطل مثل ابوك. تعال يا محمود رحيم. تعال جد. لا تعال يوم والدك كثير يوم والدك. ابوكم كان بطل. راح تكبرون تفتخرون به ان شاء الله. شفت الدنيا كلها شلون تفتخر بي بالعراق وخارج العراق كل مكان. لان كان يتحدى الارهاب يفضحهم حتى يبني مستقبل افضل لكم. تصيرون ان شاء الله مثل الوالد. لا تبكي حبيبي. زين انت ولدي وانا مسؤول عليكم. تعرفون يقول ابوكم كان صديقي. عمو مصطفى موجود. لا تشيل هم. زين؟ تهتم تربيتكم وتعليمكم حتى تحملون نفس الرساله. الذكاء اللي كان يحمل ابوكم اكيد موجود عندكم. شد حيلكم على الشباب هذول. ان وش تحتاجون؟ والله ما تقصر. مكتبي مفتوح. ما تقصر. امانه الله ما تقصر. ما بيقصر. امنا بالله وبيك ان شاء الله. أمنا بالله إن شاء الله بالعراق. عراقيين شجعان. وجودك إن شاء الله. عراقيين شجعان. وهذا التصرف مو تصرف عراقي. ماكو عراقي يقتل عراقي. يخاف من كلمة ما نقدر نقول عليها إلا نحمل الجبن. وسام ما سوى شيء بس فقط حاول يساعد عراقيين عن طريق الكلمة. أنا رباح مجلس وزراء طلبت. يكون شارع باسم الشهيد هشام. جزاك الله الف خير. حتى يخلد تاريخه. رحم الله والديك. حتى هذا يكون هو التحدي. والله ابنك هو امانه الله كان يحبك حيل. قتله
ما راح يروحون، بس هشام بقى بالتاريخ من جيل لجيل. احنا راح نموت ونسلم الأمانة للأجيال، ومن جيل لجيل اسم هشام راح يبقى موجود. هذا هو الفخر. الحمد لله، شكر فيكم ما قصرتم. فالشكر اذا قل ما يعني قدام جنابك المحافظ النجف، يعني اللي الباح اللي شفناه من عنده من حضراتكم يعني ما ينوصف. اثلجنا بلوبنا قد احنا مهضومين. الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. معيسى بقى بحياتك، هشام اخوي ودم يمي ان شاء الله، والقطره سفر الفلتون. عيسى واخوته بدمتي، انا ابوهم وانت اختي ان شاء الله. هذا واجبي وواجب الدوله تقوم بهذا الواجب ان شاء الله. الان يكون مع الشهداء والطيبين، يكون شجره خير ليش ولاولادك ولعائلتك ان شاء الله. تحملي، العراق يستحق، وشام كل حياته ظلها العراق، وهذا بقى يقونه إليش ولأحفادك وأحفاد أحفادك. شارع من شوارع بغداد راح يسمى اسم هشام، حتى نتحدى القتل ونقول لهم تاريخكم قصير وتاريخ الشهداء وهشام طويل. اطمئني عيسى واخوته آل المسؤول عليهم. شدي حيلك، انت بنت عرب وطيبة وعراقية أصيلة، والعراقية كانت دائما قوية وصبورة. شدي حيلك. شكرا. واخوتك احنا والناس وياك، شفتي حجم التعاطف والاعتراف بحجم الشهيد. رحمة الله عليه. الله بارك الله فيك. في مولا. في مولا. رحم الله وجهكم. موفقين ان شاء الله. هذا ان شاء الله يوفقكم ويعوضكم على المواقف الطيبة. هذا عشرنا العراقيين. وجودكم ان شاء الله. طيب ان شاء الله. السلام. شوف حيلة، اللي باقي على اخوته، ساعد امك وانا ابوك. شوف كفو. في مالك. في مالك. في مالك. في مالك.